فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو. محتاج اعرف ديفينيشن نورمال فاليو ميجرمنت افكت اوف جرافيتي فنتيليشن بيرفيوجن ماتشنج وفنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتشنج او اسم الدلع بتاعها فنتيليشن بيرفيوجن ديفكت. ديفينيشن فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو او الفي كيو ريشيو او الفي بي ريشيو هي عباره عن ايه؟ ريشيو اوف ذا اماونت اوف اير ريتشنج ذا الفيولاي تو ذا اماونت اوف بلاد ريتشنج ذا الفيولاي. يعني هو ريشيو ما بين الالفيولار فنتيليشن و الالفيولار بيرفيوجن. هي ريشيو ما بين الالفيولار فنتيليشن نوت توتال بالمونري فنتيليشن ده ما بين الافكتيف بالمونري فنتيليشن اند الفيولار بيرفيوجن. يبقى ريشيو ما بين الالفيولار فنتيليشن اند الفيولار بيرفيوجن. ريشيو ما بين الاماونت اوف اير ريتشنج ذا الفيولاي تو ذا اماونت اوف بلاد ريتشنج ذا الفيولار. طيب النورمال فاليو تقريبا 8 من 10. ما انا لو عارف ان انا عندي النورمال اماونت اوف اير ريتشنج ذا الفيولاس تقريبا قد ايه و النورمال اماونت اوف بلاد ريتشنج ذا الفيولاس تقريبا قد ايه قسمتهم على بعض هيطلع لي القيمه كام؟ 8 من 10. الالفيولار فنتيليشن قلنا بس حاسبينها اهي 4.2 من 10 والالفيولار برفيوجن هي الكاردييك اوتبوت 5 يبقى 4.2 من 10 على 5 يعني تقريبا 8 من 10 هي ديت الفنتيليشن برفيوجن ريشيو اوف ذا لانج توتالي. طيب عملت لها ميجرمنت ازاي؟ طيب حاجه اسمها راديو اكتيف زينون انجكشن ان بريثنج اير علشان اعمل ميجر للبلمونري فنتيليشن اند ان بلمونري ارتري تو ميجر بلمونري برفيوجن. يعني انا بخلط راديو اكتيف زينون بالهواء اللي انا استنشقه او احقنه و و ده كده اللي انا بستنشقه يبقى انا احسب البلمونري فنتيليشن. اللي انا ايه هحقنه في البلمونري ارتري علشان احسب البلمونري برفيوجن يبقى بستخدم ماده اسمها راديو اكتيف زين. طب الايفكت اوف جرافيتي فنتيليشن برفيوجن ريشيو ات ابيكس اند بيز اوف ذا لانج ان ابرايت بوزيشن. في الابرايت بوزيشن زي ما قلت عماره اهيت هلاقي البلاد اللي واصل للدور الاخير اقل من الدور الارضي يبقى بالتالي هلاقي الابيكال الفيولاي ار less perfused less ventilated ولكن البرفيوجن ماركت دي ديكريس. عند البيزو زلانج هلاقي الالفيولار از بيزو زلانج مور برفيوزد اند مور فنتليت. هلاقي الفنتليشن برفيوجن ريشيو عند الابيكس اوف ذا لانج كبيره 3.3 من 10 ليه؟ لان البرفيوجن ماركت دي ديكريس ده اكتر من الديكريس من في الفنتيليشن. لكن عند اللونج بيز هلاقي البرفيوجن كتير فهلاقي الريشيو قلت توصل لستة من عشرة. طيب النقطة اللي بعد كده يبقى انا في هذه الفنتيليشن برفيوجن ريشيو اتكلمت على ديفينيشن نورمال فاليو ميجرمنت افكت اوف جرافيتي. في حاجة اسمها فنتيليشن برفيوجن ماتشنج. نورمالي ventilation in alveoli is matched to perfusion through pulmonary capillary. يعني هلاقي ادي الفيولاس ادي الفيولاس كل الفيولاس حواليها كابيلاري بالشكل ده يحصل جاز اكستشينج بينهم ما بين الالفيولاس والكابيلاري ما بين الالفيولاس والكابيلاري. ففي الحاله دي بقول عليها في ماتشنج ما بين الفنتيليشن والبرفيوجن. طب لو لاي سبب لقينا الفنتيليشن ديكريز هنا جروب في الفيولار لو الفنتيليشن قل هنا مثلا هلاقي الاكسجين تنشن قل والكربون دايوكسيد زاد يعني حصل ستيت اوف هايبوكسيا. الهايبوكسيا ده هي هتعمل ايه؟ النتيجه بتاعتها ايه؟ هيحصل لوكال فازو كونستريكشن عند الليس فنتيليتد الفيولوس فالدم هيحصل له شانتنج للاذر اريا اللي هي الفنتيليتد
يبقى decrease في التشو اكسجين حوالين الالفيولس اللي هي less ventilated، هيعمل constriction للarterioles diverting blood to the better ventilated area. دي بقول عليها حصل matching الاول، وبعدين اما حصل mismatching الجسم اتصرف ازاي. لكن normally في حاجة اسمها ventilation perfusion matching، ان في الفيروس في هواء فيها وحواليها بلاد في كابيلاري، فيحصل جاز اكستشينج. فور بيتر جاز اكستشينج لازم يكون في فنتيليشن برفيوجن ايه ماتشنج. كلام جميل. النقطه اللي بعد كده حاجه اسمها فنتيليشن برفيوجن ميس ماتشنج، او بقول عليها فنتيليشن برفيوجن ديفيكتس. فنتيليشن برفيوجن ميس ماتشنج او ديفيكتس، ايه الاسباب بتاعتها؟ ممكن يكون ديفكت في الفنتيليشن او ديفكت في البرفيوجن، زي سيرتن ديزيزز. في الديزيز مثلا ديكريزد فنتيليشن زي الازمه، في الازمه بلاقي في سبازم في الاير واي باسجز، فكميه الهواء اللي داخل قليل وبالتالي بقلل فنتيليشن. زي في حالات الديكريزد برفيوجن زي البالمونري امبوليزم. بالمونري امبوليزم معناها ان الارتريولز والكابيلاريز ممكن يكون حصل فيهم اوبستراكشن بالامبولس فقللت لي البرفيوجن. يبقى بالتالي الفنتيليشن برفيوجن مس ماتشنج او الفنتيليشن برفيوجن ديفيكتس ممكن يكون سببها مشكله في الفنتيليشن زي في حالات الازمه، او مشكله في البرفيوجن زي في حالات الامبولوس. طب الافكت اوف جاز اوف فنتيليشن برفيوجن مس ماتشنج على الجاز اكستشينج، قبل ما ابص على ده ابص على الصوره اللي قدامي دي. ادي الفنتيليشن برفيوجن مس ماتشنج، ادي الفيولس اهي وحواليها كابيلاري في فنتيليشن برفيوجن ماتشنج، الدنيا كويسه، بيحصل جاز اكستشينج كويس ما بين الالفيولس والسراوندنج الكابيلاري، هنا في ماتشنج. طب لو حصل ان الالفيولر داكت اوبستراكتد، يعني ما فيش ايه فنتيليشن، في برفيوجن لكن ما فيش فنتيليشن، او لو حصل العكس، في فنتيليشن لكن في نو برفيوجن، يبقى في الحاله ده بقول عليها فنتيليشن برفيوجن ميس ماتشنج. يبقى الصوره دي بتوضح لي الفرق ما بين الفنتيليشن والبرفيوجن ماتشنج والفنتيليشن برفيوجن ميس ماتشنج. فنتيليشن برفيوجن ماتشنج يعني انا في عندي الفيولس حواليها كابيلاري والدنيا ماشيه كويس ويحصل جاز اكستشينج. ميس ماتشنج معناها ان انا عندي الفيولس وكابيلاري لكن ممكن تكون الالفيولس اوبستراكتد، يعني مفيش فنتيليشن فيها، او العكس الكابيلاري هي اللي ايه اوبستراكتد والالفيولس سليمه فمفيش اكستشينج برضه. يبقى ده بقول عليها فنتيليشن برفيوجن مس ماتشنج. افكت اوف فنتيليشن برفيوجن مس ماتشنج او ديفيكتس على الجاز اكستشينج. لو تخيلنا ان الالفيولاي ويز فنتيليشن برفيوجن ريشيو اكتر من واحد، ايه اللي يحصل؟ ولو كانت الريشيو بتساوي 8 من 10 ايه اللي يحصل؟ ولو كانت الريشيو اقل من 8 من 10 ايه اللي يحصل؟ اول حاجة عندي لو الالفيولاي with ventilation perfusion ratio اكبر من الواحد، يعني معناها relative excess of ventilation، يعني high alveolar oxygen tension، يعني معناها في لو الفيولر كربون دايوكسيد تنشن، وده المثال الشهير عندنا عند الابيكس اوف ذا لانج بتوصل 3.3 من 10، وبقول عليها هناك كده في فيسيولوجيكال، ها فيسيولوجيكال ايه؟ فيسيولوجيكال دي دي سبيس. طب لو كانت الالفيولس ويز فنتيليشن برفيوجن ريشيو من 8 من 10 الى 1، لو من 8 ل 10 الى 1 دي بقول عليها ايديال الفيولار، يعني في اولموست بيرفكت ماتشنج. طيب لو كانت الالفيولاي ويز فنتيليشن برفيوجن ريشيو اقل من 8 من 10، يعني فيه ريلاتيف اكسس اوف برفيوجن، في لو الفيولار اوكسجين تنشن، في هاي الفيولار كربون دايوكسيد تنشن، زي فين؟ زي عندي نورمالي افكت بوزيشن في البيز اوف ذا لانج، في الالفيولاي ات ذا بيز اوف ذا لانج،
وبقول في الحالة دي في ايه؟ فيسيولوجيكال شانت، يعني في بيرفيوجن والفنتيليشن ايه؟ اقل. يبقى بالتالي لما جيت اتكلم على الفنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتشنج او ديفكتس، عرفت الكوزس والامثله اوف ديزيز، اكزامبلز اوف ديزيز اللي بتحصل، والافكت اوف ذيس ميس ماتشنج على الجاز اكستشينج. وادي الريفرنسز بتاعتنا. ارجو ان الامور تكون واضحه. بالتوفيق ان شاء الله.